برد، هي حتى الساعة 8:30 صار من صباح هذا اليوم. طبعا تستمر جهود رفع أنقاض المباني المتضررة والبحث عن الناجين. هناك بعض المناطق انتهت عملية الإنقاذ وانتهت عملية البحث عن الناجين فيها، وأماكن أخرى ما تزال العملية مستمرة. طبعا في اللاذقية ورد تم الإبلاغ عن انهيار 102 كتلة بناء ومنزل في مدينتي اللاذقية وجبلي وبلدات بستان الباشا وحميميم والعسالية وقمين وكلماخ وربيعة وزامة والبسيط وغنيري وسيانو وكرم المعصرة والسفرقية والهنادي وحبيت ووطل خان وصنوبر وعين التيني وفيديو وميسلون والقطرية. يعني هذا الانتشار، انتشار الموت، تجول الموت هنا في هذه البقعة الجغرافية الكبيرة، يعني يوحي بحجم الكارثة وحجم الألم الكبير هنا في محافظة اللاذقية. طبعا تم وضع 11 مركز إيواء في خدمة العائلات المتضررة، إضافة إلى 6 فنادق. يعني اللافت بالأمر وليس غريبا على أهالي محافظة اللاذقية، يعني هناك كلام على صفحات التواصل الاجتماعي واتصالات من جميع أهالي القرى والمدينة، يعني البيوت جميعها مفتوحة لمن أراد أن يدخلها. مراكز الإيواء بدأت بتأمين الاحتياجات اللوجستية من أغطية وغيرها وبعض الطعام. قد لا يكون الآن، يعني قد لا يكون على المستوى الكبير أو المطلوب، ولكن تبدأ، يعني هناك خطة عمل في هذه المراكز. يبدو أنها تبدأ في الأغذية، تبدأ في الخبز، في الماء، في التدفئة، وسائل التدفئة المطلوبة. باسم، يعني المجتمع المدني يمكن هو اللي لازم ينهض بهي الفترة. نحن لازم نساعد بعض. جميع المحافظات السورية عم تحاول تتبرع، جميع المغتربين السوريين، كل الجمعيات الخيرية والقائمين عليها، وكل رجال الدفاع المدني والجيش العربي السوري عم بيحاول. ولكن باسم، اليوم عدد المتضررين بمحافظة اللاذقية يلي صفيوا بلا بيت، فينا نحصر الرقم؟ خلينا نعرف لحتى نقدر نوصل صوتنا، لحتى نقدر نوصل المساعدات لهدول العالم يلي عن جد قاعدين من دون سقف وتحت المطر بهالظروف الصعبة جدا. عدد المتضررين أم تقصدين يعني حصيلة الوفيات والناس اللي فقدت بيوتها؟ يعني كم عيلة فينا نقول، فينا نحصر العدد؟ يعني والله أصبحت في يعني مئات العائلات التي هي هجرت بيوتها، مئات العائلات للأسف. يعني إذا كانت الحصيلة بالوفاة 346 وفاة، وبالإصابات 740 إصابة، فهذه يعني ستضرب بأعداد كبيرة. يعني أتوقع أنها تجاوزت المئات وقد تصل إلى الآلاف، يعني ولا سيما أن عملية الانتشال يعني لم تتوقف ولم تنتهي، فهي مستمرة. ففعلا هناك كارثة حقيقية وهناك وجع كبير. أما فيما يخص المجتمع الأهلي، نعم هناك نهضة من المجتمع الأهلي، ومطالب هذا المجتمع وهو على قد المسؤولية بإذن الله، يعني مطالب بأن يعطي أقصى طاقاته وأقصى ما يستطيع. الساعات عصيبة جدا على أهالي محافظة اللاذقية وعلى هذه العائلات، الساعات حزينة جدا، ولكن يعني الأمل بالله كبير بإذن الله. إن شاء الله يا رب. وعزائنا لكم مرة تانية، ونقدر مشاعركم أنتم مراسليننا يلي على التماس المباشر مع المتضررين. وهون منحتار نحن كإعلاميين، نجمد نعزل مشاعرنا، نقوم بمهنتنا على أتم وجه، نحبس دموعنا.